من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لإنعاش الاقتصاد الوطني، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التجارة والصناعة علي جادة كامبار مع مسؤولي غرفة التجارة والمؤسسات التابعة للوزارة، وذلك في إطار لقاءات التعارف والتشاور بين الوزير والمسؤولين الإداريين وعمال الوزارة، والعمل حسب توجيهات السلطات العليا بالمجلس العسكري وحكومة الفترة الانتقالية لرفع تحديات العزمة الاقتصادية والمالية. لمينا أنا اليوم ده رانكونتر أنا بريز دو كونتاكت اوبيراتور ايكونومي كوميرسان اندو كونديسيون عديل عشان يمبورتي عشان يكسبورتي ما عندهم اوبستاكل في او نيفو دو كوميرس او نيفو دو دوان دا يحلي شاب يعمل ري كونديسيون دو في هاغا عشان الشغل كله يجي عشان المارشانديز كله يجي عديل الشيء يبقى غالي ما فيه، وده هدف حقنا وان شاء الله نلمه ونحدمه في اوبجيكتيف ده. وبقي أن نشير بأن الوزير علي جادة كامبار سيقوم بزيارات ميدانية إلى الإدارات والمؤسسات لمعرفة سير العمل والصعوبات التي تواجه العمال والتي يجب رفعها من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.